بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل ان شاء الله دلوقتي السكاشن. يبقى احنا كنا وصلنا عند اليوزر ديفايند فانكشنز، اللي هي الفانكشن البروجرامر يقدر اللي هو يعرفها علشان يعمل اي فانكشناليتيز هو حابب اللي هو يعملها، مثلا يطبع حاجه، يعمل ديسبلاي لحاجه، يجمع ارقام، ينفذ اي مجموعه من الاستيتمنتس عموما. ماشي، طيب ايه الاجزاء او ازاي بنعمل فانكشن؟ اول حاجه بتبدا ب ديف فانكشن، وده بياكد برضو على كلامنا ان اي حاجه احنا اللي بنعملها او احنا بنعملها كونستراكت، فبتبدا بكلمه ديف، ديف فانكشن، ديف تمبلت، ديف رول، ديف فاكتس، يبقى النقط دي كلها لازم تبدا بايه؟ بديف. يبقى بنقول ديف فانكشن، بعدين بندي لها يونيك نيم، ولازم يكون اسم مختلف. وبعدين هنا برضو زي الطريقة اللي احنا متعودين عليها، ممكن اللي احنا نكتب هنا كومنت، اي كومنت مثلا يوضح لنا بعدين ده ايه او كده، كده كده السطر دوت ما بيتنفذش يعني. وبعدين هنا مثلا بنوضح البارامترز بتاعت الايه، بتاعت الميثود، زي برضو اي طريقة احنا متعودين عليها مثلا في اي لغة برمجة. بنعرف هنا مجموعة arguments، وهنا بيبقى في wild card parameter، ده لو انا حابب مثلا، يعني لو انا مثلا عرفت هنا a و b مثلا، يعني عرفت هنا variable a و b، وعايز مثلا لو حد حابب اللي هو يبعت arguments اضافية يقدر اللي هو يبعتها عادي، فممكن ان انا ازود حاجة اسمها wild card parameter. يبقى الوايلد كارد بارامتر ده بيبقى عباره عن اوبشنال وايلد كارد، عشان لو يعني او بيستحمل عدد متغير من الايه، من الارجيومنتس. وبالتالي مثلا لو انا حطيت وايلد كارد بارامتر، ممكن اللي هو هنا يبعت سي دي اي اف اي بارامتر هو عايز ايه يبعتها. ماشي، وبعدين طبعا بيبقى عندي مجموعه من الاكشنز، يعني مجموعه من الاكشنز اللي انا مثلا ممكن اللي انا اطبقها، زي مثلا برنت اوت مثلا عشان اعمل اوتبوت او ايا كان. وبعدين بس كده احنا بنخلص او بنخلص الارج بنخلص الفانكشن بشكل كامل. طيب ناخد مثال عليها. هنا مثلا بنقول ديف فانكشن، وبعدين بنقول الاسم اللي هو ماي فانكشن، وبعدين بنقول الكومنت اي كومنت، بعدين بنعرف الارجيومنتس. يبقى هنا عرفنا الارجيومنت اللي هو فاريبل اي وهنا بي، وهنا لاحظ ان السي ده هي دي وايلد كارد، بمعنى ان هنا ممكن نضيف اكتر من ايه، اكتر من فاليو هنا. وطبعا اللي احنا بنعمله في الفانكشن ان احنا بنعمل برنت اوت لمجموعه القيم، مجموعه القيم دي، وبعدين برضو بنجمع دهمت وبنعملهم برضو برنت اوت. فخلينا نشوف كده الاكسكيوشن هيتم ازاي هنا. يبقى احنا نادينا طبعا على الفانكشن، برضو لو احنا فاكرين طبعا احنا ازاي بننادي على الفانكشن، بننادي الاول على الفانكشن وبعدين بنبعت لها الارجيومنت، زي الزائد والناقص والضرب والقسمه وكل الحاجات، كل الفانكشنز اللي احنا جربناها قبل كده اللي هي البيلت ان فانكشن. بدايه برضو اليوزر ديفايند فانكشن مش هتختلف في النقطه دي، برضو احنا بنناديها بنفس الطريقه وبعدين بنبعت لها الارجيومنت. يبقى دلوقتي قيمه الاي بقت بواحد، عشان احنا بصينا الاي الواحد، بصينا البي برضو بقت باتنين، وقيمه السي اخذت كام؟ 3 و4 خمسة. ماشي، يبقى الـ A دلوقتي طبعنا واحد، وبعدين طبعنا اتنين اللي هي الـ B، وبعدين الـ C أخدت طبعا تلاتة وأربعة وخمسة، يبقى دي أكتر من value. ماشي، يبقى طبعا نحطهم ما بين قوسين، وبعدين جمعنا تلاتة زائد أربعة بسبعة، يبقى برضو طبعنا السبعة، يبقى هو ده الاوتبوت اللي هيطلع معانا. ماشي، يبقى طبعا برضو سؤال زي ده ممكن يجي في الام سي كيو، ويقول لك ايه الاوتبوت مثلا بتاع الفانكشن ده. يبقى نكون برضو عارفين نكون عارفين نقاط زي الوايلد كارد، نكون عارفين ازاي مثلا الاي بتاخد القيمه، ازاي مثلا بتطبع، ونقاط زي دي. ماشي، طيب حلو جدا. نرجع تاني، احنا عارفين اللي بقى الريجولار بارامتر، احنا بنحدد اقل عدد من الارجيومنتس، وبعدين وايلد كارد بارامتر هو بقى اللي بيحدد لو في ايه، لو في عدد ارجيومنتس اكتر هيتباصى، فهو بيروح كله في اكتر من ايه، من سنجل فيلد، او بيبقى سنجل فيلد فاريبل، ده اللي هو العادي، والباقي بيكون ايه، مالتي فيلد، يعني معنى كده ان هو بيكون في اكتر من ايه، من قيمه يعني. ماشي، حلو. طبعا الـ return value is the value of the last expression، يعني آخر قيمة خالص. هنا مثلا احنا عايزين نعمل لها return، فهو احنا ممكن نعمل لها return بالشكل دهوت، بمعنى اللي احنا بنقول اللي احنا دلوقتي بنعمل return للقيمة دي، بمعنى ان انا لما نادي برضو على الفانكشن فهو القيمة اللي هترجع لي هي اللي هتبقى القيمة، القيمة دي يعني. ماشي، يبقى السنتكس بتاع الريتيرن برضو بيبقى موضوع بسيط، زي برضو اي فانكشن احنا عرفناها او عرفناها في اي لغه برمجه، يعني بنقول ريتيرن، وبعدين بنقول الفاليو اللي احنا عايزين اللي هي ايه يتعمل لها ريتيرن. ماشي، طيب. وطبعا برضو الموضوع بيمشي ازاي، هتعمل برضو تريس، هتودي التلاتة وهتودي الاربعة، وهتشوف القيمة هتساوي كام وهكذا، هتلاقي ان الموضوع موضوع برضو بسيط ومفيهوش حاجة يعني. ماشي، حلو. هو بس في نقطة انا معرفش الاتنين ستار دهيت معناها ايه، وهي ما ذكرتش فوق، فثانية كده أتأكد.
وانا عملت سيرش وما لقيتهاش، ولكن طبعا احنا اصلا لو جربنا نطبق الكود هنعرف اصلا هي بتعمل ايه. وانا طبعا اصلا شاكك ان هي تكون للاس، يعني علشان هي في اي لغة برمجة هي بتعمل اس، يعني الرقم اس حاجة. فخلينا نجرب، خلينا مثلا لو احنا نقول ان احنا عرفنا دلوقتي دي اول فانكشن ودي تاني فانكشن، خلينا نحاول ان احنا ننادي على الفانكشن ديت ونبعت لها 3 و4. لو احنا بعتنا هنا 3 يبقى الاي دلوقتي قيمتها بقت ب3 والبي بقت دلوقتي قيمتها ب4، يبقى دلوقتي قيمة الاي ب3، يبقى خلينا نطبق ده الاول، يبقى 3 في 3 ب9، 4 في 4 ب16، وهنا زائد يبقى 9 زائد 16 بكام؟ ب25. يبقى قيمة دلوقتي التمب، عملنا بايند لقيمة التمب ب25، يعني عملنا لها اساين يعني بقيمة 25. طيب 25.5 طلع لنا 5، يبقى اكيد 25 اس نص، يعني خمسة، يبقى جذر 25 يبقى 5. يبقى احنا كويس ان احنا كنا يعني ايه اللي احنا جبناها بالطريقة دهيت، بحيث ان احنا نعمل تريس للكود ونأكد على بعض النقاط. ماشي، يبقى برضو التانية برضو هتبقى تقريبا نفس الكلام. ماشي، حلو جدا، موضوع لطيف وجميل، خلينا نكمل. طبعا الفكرة كلها ان هو برضو بيقولك هنا برضو نوت ان فكرة اللي انت لو انت ما عملتش اصلا ريتيرن مثلا في الفانكشن دهيت، يعني حتى من غير ما تعمل ريتيرن، هي هترجع لك برضو اخر قيمة، فانت ممكن تكتبها او ممكن ان انت تسيبها كده، فهي كده كده هترجع اخر قيمة. يعني شوف هنا لما احنا ندينا دي مثلا من غير اصلا سطر الريتيرن رجع لنا 5، وهنا وبسطر الريتيرن رجع لنا 5، فكويس برضو اللي احنا عرفنا الايه المعلومة، المعلومة دي يعني. ماشي، حلو قوي. طيب يبقى الريزولت طبعا بترجع لنا ك ريتيرن فاليو وبتبقى سنجل اكسبريشن. طيب لو انا عايز اعمل واتشنج للدي فانكشن اللي انا عملتها، يعني عايز اشوف مثلا اي معلومات عنها، عايز اعمل لها ديباج، عارفين انتوا اكيد فكره الديباج اللي هو مثلا لو حصل فيها اي تغير انا باخد بالي منه، مثلا في لو مثلا حصل مثلا اللي هي اتمسحت، او حصل ان هي اتضافت، او حصل اللي احنا ضفنا عليها حاجه، او اللي احنا ندهنا عليها، او اي حاجه واحنا عايزين معلومات عن الموضوع ده هوت، فاحنا بنعمل ايه الامر اللي اسمه واتش. لو حد كان فاكر اللي احنا كان برضو كنا عملنا واتش للفاكت صح، وبالتالي كانت الفاكت مثلا لما كانت بتدخل الميموري فكان بيجيب لي ان هي دخلت الميموري بالشكل ده مثلا، لما كانت بتطلع كان بيجيب لي برضو سهمين كده، يبقى برضو ممكن نطبقها على الايه الدي فانكشن. في برضو مجموعة كمانس تانية ممكن ان احنا نمسح الدي فانكشن اصلا، نعمل ان دي فانكشن، وممكن ان احنا ندسبلاي مثلا معلومات عنها، حاجة اسمها بريتي برنت اللي احنا نعرضها بشكل كويس يعني بي بي دي فانكشن، فاحنا كده بنعرض المعلومات اللي فيها. لو انا عايز اشوف كل الدي فانكشنز اللي انا عرفتها، يعني كل الميثودز او الفانكشنز اللي انا عرفتها، فانا بقول ليست سلاش دي فانكشنز. ولو انا عايز ان انا return a multi field value with the name list of d functions، يعني هنا ممكن ارجع بس بشكل مختلف، اللي هي get d function list اللي انا هرجع اسماء الدي فانكشن برضو، ولكن كمالتي ايه كمالتي فاليو. ماشي، يعني بشكل قوس كده مثلا، وهنا اسماء الفانكشن اللي انا عرفتها، هنا مثلا اللي احنا عرفنا my function قبل كده فهيبقى موجود، وكل اسماء الفانكشنز اللي انت عرفتها قبل كده. ماشي، حلو قوي. طيب نرجع كلامنا شوية عن ال variables. احنا كنا عارفين ان احنا عندنا نوعين local variables و global variables. ال local variables طبعا احنا كنا بنعرفهم في ال left hand side لل def rule، وبعدين كنا بنستخدمهم في ال right hand side، وما كانش ينفع نستخدمهم في ال right hand side الا لما نكون نعرفهم فين في ال left hand side. حلو كده، جميل. ممكن اللي احنا طبعا برضو نستخدم زي ما احنا شفنا من شويه، ممكن اللي احنا نستخدم الفاريبلز كبارامتر في الدي فانكشن، بحيث ان احنا نستقبل فيها حاجه وبعدين نبدا اللي احنا نعمل عليها عمليات معينه مثلا وبعدين نرجعها. ماشي، وبرضو ممكن اللي احنا نستخدم الايه الفاريبل مع البايند فانكشن، بمعنى اللي احنا نبايند قيمه معينه او نعمل اساينمنت للفاريبل بقيمه معينه ونبدا اللي احنا نستخدمها مثلا. فانا لو انا قلت مثلا بايند ال x و5، يبقى انا معنى كده ان انا بحط قيمه 5 في الايه ال x، بعملها assign يعني. تمام، ولكن طبعا لما انا بعمل reset يبقى دوت القيمه ديت كانها بتتشال، او ان ال x بيبقى unbound خلاص. ماشي، حلو قوي. طيب وده برضو بيوضح طبعا الاستخدامات اللي احنا اصلا بالفعل شفناها كتير يعني. ده بالنسبه للlocal variables. بالنسبه للglobal variables فهو احنا بنعرفها بشكل مختلف شويه، وبرضو بيكون طبعا ليها خواص مختلفه شويه وسكوب مختلف. اول حاجه بنعرفها عن طريق ديف جلوبال، يبقى ديف جلوبال كونستراكت. تمام، ده بيخلينا نعرف الجلوبال فاريبلز اللي احنا نقدر نستخدمهم بقى في كل الانفايرمنت، مش في رول واحده بس ولا في دي فانكشن واحده بس، احنا ممكن نعرفهم اصلا او ممكن نستخدمهم في اي ايه في اي رول او في اي او في اي دي فانكشن يعني. ماشي، بمعنى ان هما برضو بيفضلوا بيحتفظوا بيه القيمه بتاعتهم بعيدا عن او بره سكوب الكونستراكت اللي هما اتعرفوا فيه.
تمام، والنقطة دي هي برضو من النقاط المهمة، وزي ما احنا اتفقنا بنعرفه بـ ديف جلوبال، وهنا بنوضح الموديول، هنعرف أكتر عن الموديول كمان شوية، وبعدين بنعمل assignment ليه أو بندي قيمة معينة ليه، ماشي؟ طيب حلو جدا. يبقى ديف موديول نيم ده هو ده الموديول اللي احنا بنعرف فيه، هنعرف اصلا يعني ايه موديول والكلام ده هوت كله، هو بيعرفه فيه الكرنت موديول. موديول كده عارف تقدر تعتبره ان هو ايه، كانه جزء من الكود، كاننا احنا بنجزء الكود بتاعنا او بنقسمه لاجزاء يعني، وبنعرف مثلا الفاريبلز بتاعتنا في جزء وهكذا، هنعرفها اكتر ان شاء الله في اخر سكشن يعني. يعني كمان حاجة بسيطة إن شاء الله. طيب بيقول لك دلوقتي في عندنا شوية أمثلة عن ال right and wrong syntax، يعني تعريف ال global variables الصح والغلط. خلينا نشوف كده إيه الصح وإيه الغلط. أول حاجة لو أنا قلت div global كده لوحدها، فهي حقيقي هي مش هتعمل أي حاجة. لو أنا قلت div global وبعدين ال x بيساوي 5، يبقى أنا كده بحط قيمة 5 في الإيه، ال x، تمام. طيب إيه تاني؟ لو ال y يبقى أنا كده بحط قيمة 6، تمام. والزد يبقى انا كده هحط قيمه 7 في الزد. ببرنت كده الاكس والواي والزد، يبقى احنا كده ده كلها طرق تنفع، ما فيهاش اي مشكله يعني، ماشي، ما مش هيعارض خالص. طب ما تيجي نشوف كده الاخطاء اللي ممكن احنا نعملها هنا. قال لك اللي هنا مثلا انت ممكن تعمل سبيسنج غلط، بمعنى مثلا ان انت ما تعملش سبيس هنا ما بين بعد الايه الايكوال ساين، يعني المفروض بعد ما انت قبل الايكوال ساين وبعد الايكوال ساين يبقى في سبيس، زي هنا كده في هنا مسطره في هنا مسطره، بس هنا ما فيش وهنا ما فيش، فالاتنين هيبقوا ايه، سينتاكس ايرور، تمام كده. حلو، هنا هيبقى برضو في مشكله ان انت هنا، انت هنا كانك انت بتعرف لوكال فاريبل، لا انت لازم تميز ان ده هو جلوبال. فاحنا بنميز ان هو جلوبال ازاي، بنحط الاسم الفاريبل جوه اتنين استريكت، استريكت هنا واستريكت هنا، بحيث ان احنا نوضح ان ده هو ايه، ان ده عباره عن جلوبال فاريبل. طيب نفترض دلوقتي ان انا عايز اغير قيمه الجلوبال فاريبل، يعني احنا دلوقتي كنا اديناه قيمه 5 وبعدين احنا عايزين مثلا نغير قيمته نخليها 6. هو قال لك انت ممكن تعمل كده عادي، ولكن بعد ما انت تنادي على الريسيت ميثود فهو هترجعها تاني لقيمتها الاصليه اللي هي كانت بتساوي 5. طب احنا دلوقتي عايزين نغير قيمته بشكل نهائي حتى بعد الريسيت، فهنعمل ايه؟ فقال لك ان الحل اللي انت تعيد تعريفه بشكل تاني، مش تعمل بايند بقى، يعني هنا انت غيرت قيمته بالبايند، فلا انت هنا محتاج تعيد تعريفه من اول وجديد، بمعنى ان انت تقول ديف جلوبال وبعدين تقول اسمه تاني وبعدين تقول مثلا رقم ايه، مثلا الرقم الجديد اللي انت عايزه اللي هو مثلا 10. فهو هنا حتى لو بعد ما عملت ريسيت فهو هيفضل يحتفظ بقيمته الايه، قيمته الجديده، تمام. طيب وهنا هو بيقول لك الايفكت للبايند فانكشن في الاثنين. طبعا احنا عرفنا فكره البايند فانكشن ان هو لو انت جربت اللي انت تعمل ريسيت، لو احنا بنتكلم طبعا على جلوبال على سوري لو احنا بنتكلم على لوكال فاريبل وعملت له ريسيت مثلا، فهو ان جلوبال ان اللوكال فاريبل هيبقى انباوند، اما الجلوبال فاريبل هيرجع لقيمته تاني، يبقى تاني. يبقى نفترض دلوقتي ان احنا عرفنا قيمه 5 لده جلوبال فاريبل، وبعدين غيرنا قيمته خليناها 6، وبعدين عرفنا لوكال فاريبل، وبعدين عملنا ريسيت، المفروض يحصل ايه؟ ان الجلوبال فاريبل هيرجع لقيمته الاصليه اللي هي كانت بتساوي 5، وان اللوكال فاريبل هيبقى انباوند، يعني هيبقى غير معرف اصلا، تمام كده. طيب حلو جدا، ماشي، ده نفس الكلام اللي احنا كنا قلناه، ماشي. خلينا نشوف الاستخدام، فكره ان هو ممكن يستخدم في ايه. هو قال لك ان هو انت ممكن تستخدمه في اي مكان انت بتستخدم فيه اللوكال فاريبل العادي، فهو هنا ما فيهاش مشكله يعني، ولكن في بعض الاستثناءات هو اللي انت ما ينفعش تستخدمه كبارامتر في دي فانكشن، عشان طبعا معنى اصلا ان هو يبقى بارامتر لدي فانكشن معينه انت عرفتها، فهو ده هو بيبقى خاص بالدي فانكشن ده، ما ينفعش يبقى اصلا حاجه جلوبال، تمام. وما ينفعش ان انت تستخدمه كباترن ماتشنج في ليفت هاند سايد في الرول، ولكن غير كده انت ممكن تستخدمه في اي مكان تاني. طيب هندخل في موضوع تاني وخلاص، احنا كده خلصنا موضوع الفاريبل. يبقى احنا دلوقتي كنا بنراجع على فكره الجلوبال فاريبلز وايه الفرق بين اللوكال فاريبلز، حلو جدا. دلوقتي هنبدأ ندخل في موضوع تاني شوية، وهو فكرة السيليانس. خليها بقى كده في الفيديو الجديد، عشان لسه الصراحة عايز أذاكر الجزء دهوت، فحاول يعني أذاكره إن شاء الله.